عزيز على القلب تمنيه وتوعده بقرب وصالك. من القصص اللطيفة اللي قابلتني اللي حبيت انكم كمان تعرفوها القصة اللي هحكيها لكم دلوقتي. اللي في الصورة ده كان اسمه إبراهيم. إبراهيم والده كان كفيف ووالدته كمان كانت كفيفة، بس الولد طلع صوته حلو جدا فقرر انه يغني في الأفراح شوية بشوية لحد ما بقى مشهور في بني سويف. خدوا بالكم احنا دلوقتي بنتكلم في الفترة اللي كان فيها العصر الملكي، يعني في فترة الملكية في مصر، فالشهرة في الوقت ده ما كانتش سهلة خالص، لازم تتبهدل حبة حلوين عشان تتعرف. في يوم من الأيام واحد صاحبه جاب له فرح يغني فيه في مركب كده في النيل اسمها ذهبية. فإبراهيم لبس اللي على الحبل وحضر الأكل والشرب وجاب حد يقعد مع والده ووالدته مسافة بس ايه ما يروح يغني ويرجع، يعني من الليل للصبح. فات يوم اتنين تلاتة ومفيش ولا حس ولا خبر عن إبراهيم، لدرجة ان ابوه خرج يدور عليه في المستشفيات وفي الأقسام وبرضه مفيش فايدة، فص ملح وداء. وبعد شهر في واحد صاحبه جه وقال لهم البقية في حياتكم. للأسف المعدية اللي كان راكبها إبراهيم يومها غرقت، فإبراهيم غرق. الراجل سلم أمره لله وجاب شيخ وبدأ يتلقى عزاء ابنه، والشيخ بدأ يقرأ وهم قاعدين بياخدوا العزاء، وهوب دخل عليهم إبراهيم، السلام عليكم. في ناس شافته طبعا ارتبكت وتخضت، اللي جري واللي رمى نفسه في النيل معتقدين انه عفريت. ايه ده يا إبراهيم انت ما متش؟ لا والله انا ما متش، انا ليلتها بعد ما غنيت عجبهم صوتي وطريقة غناية، فقرر المأمور ان ياخدني في بيته لمدة شهر اعلم بنته الموسيقى. كان رافض ان ينزلني من البيت الا ما بنته تتعلم وتتمكن، فاضطريت اقعد الشهر ده كله عندهم. وبعد ما الشيخ قرأ القرآن بدأ إبراهيم يغني لحد الصبح، واتقلب العزة لفرح. يا ترى مين إبراهيم ده بقى؟ إبراهيم ده يبقى أبو الفنان علي الحجار، الفنان الكبير إبراهيم الحجار. إبراهيم الحجار ولاده الفنان الكبير علي الحجار والفنان أحمد الحجار. عزيز على القلب، عزيز على القلب. في الأربعينيات اتقدم الفنان إبراهيم الحجار للإذاعة علشان يعتمدوا صوته، ومر بكل الاختبارات ونجح في كل الاختبارات، لكن طلبوا منه طلب واحد وللأسف رفضوا الشرط ده أو الطلب ده، إن هو يغير اسمه ويشيل اسم الحجار من اسمه، فهو رفض، فرفضوه في الإذاعة. للأسف لم يعتمدوه كمطرب بالإذاعة المصرية. فنان إبراهيم الحجار كان من أجمل الأصوات ومن أشهر الشخصيات أو من أشهر المطربين في زمنه. أتمنى لو أول مرة تسمعوا القصة تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.